جزاك الله بالخير. احنا هنا عندنا في المؤسسة ديت اجدع عمال صيانة في البلد. ما شاء الله ما شاء الله، واضح. على العموم انا عندي في البيت ثريا، بس مكانها المشكلة مرتفع كثير ولا اقدر اوصل لها، وعليها شوي غبار وابغى انظفها واعمل لها صيانة. وبكرة عندك لمؤاخذة سباكة، حمام، لمؤاخذة كهرباء، وهكذا. انت تشترك عندنا اشتراك سنوي وتريح دماغك. وشلون؟ بسيطة جدا. انا اقول لك، انت تدفع 2000 ريال في السنة اشتراك، وايتها حاجة بيتكم خربانة احنا نيجي نصلحها وببلاش، بس المواد عليك. والله فكرة. ايه رأيك يا باشا نكتب العقد؟ اكتب ابوه. الاسم اللي مؤاخذه؟ سعد بن محمد بن سعد. سعد محمد سعد. ونعم. العنوان؟ انت عارف الشارع الموازي لكم من الغرب؟ انت عارف الشارع الموازي له من الشرق بعد 3 بيوت اللي جنب المسجد هذا بيتنا. جيران. حاضر. وكده احنا ممكن، بس لو سمحت تتوقع هنا. اتفضل. ابشر ولا يهمك. وهذا التوقيع وقعنا. شكرا. لمؤاخذة دلوقتي الـ2000. ان شاء الله. ابشر. وهذه الـ2000 ريال. خلاص يا باشا، ثواني ويكونون عندك. بص بس، انت تسبقهم دلوقتي وشوية ويطبوا عندك. ايه بس لا يتأخرون علي. لا ابدا ابدا ابدا، شوية هم عندك دلوقتي يقولك. جزاك الله عني بالخير يا رب. الوكيدة، نشوف الشغل. فين الجرس؟ اسكت. انت فنان، انت عبقري. بص، انت هتروحوا دلوقتي على العنوان دوت وبسرعه. دي حاله ايه من جيرسي طارئه. بسرعه، يلا اخلص بسرعه. انا سير ما في معلوم عربي. ما تعرفش عربي؟ بص، انت عارف الشارع العام، عارف المطعم البخاري؟ جسر. تخش من عنده يمين، تالت فيلا على يدك الشمال هو بيت الراجل. مطعم بخاري، بعدين يمين. ايوه. بعدين بيت واحد. أيوة. بيت اثنين، بيت ثلاثه، شمال. ايوه. انا هلاقيهم. في معلوم سيف؟ في معلوم؟ بسرعه، يلا يلا يلا، ما فيش وقت، يلا بسرعه بسرعه بسرعه. الراجل عمال يستناكوا. يلا. ايه ده؟ سريع 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 سريع. انت رايح فين؟ حد يروح بدون عدة؟ احطها في الصندوق. ايه الجنان ده؟ جنان. جرس. يا هلا وسهلا. فين سهول؟ انا شغل بلدية. لا سهول سهول سهول. فين سهول؟ البيت. شايفين هذه؟ الثريا هذه عليها شوية غبار يبغى لها تنظيف، وفيها كذا لمبة.